نشرة إخبارية من قناة المكلا، أهلا بكم وإلى أبرز العناوين. أمن الحج خط أحمر، القوات المسلحة تشارك في تأمين الحج مما يعكر صفو ضيوف الرحمن. المبعوث الأممي يوجه دعوة لرئيس المجلس الرئاسي ورئيس نظام صنعاء لعقد حوار بدون شروط مسبقة تحت رعاية أممية. دفعة جديدة من المنحة السعودية لبلادنا لدعم الموازنة العامة وشراء المشتقات النفطية. وعلى وقع احتضار تعليم حضرموت، وزير التربية: العام الدراسي طيب ونتائج مشرفة. أهلا بكم. كثفت وزارتي الدفاع والداخلية السعودية من تواجد القوات الأمنية لتأمين حجاج بيت الله تعالى وضبط المخالفين وترحيلهم إلى أراضيهم لتحقيق تطلعات القيادة السعودية التي تحرص على تأدية ضيوف الرحمن مناسكهم بكل يسر وسهولة. المزيد في التقرير الآتي، نتابع. وفق منظومة عمل متكاملة تنتشر القوات الأمنية المشاركة في تأمين الحج لتنفيذ الخطط الأمنية على أكمل وجه لتأمين ضيوف الرحمن وضبط المخالفين وردع ومنع كل ما يمكن أن يؤثر على سلامة الحجاج. رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي قال في تصريح له أن أمن الحج والحجاج خط أحمر لن يتم التهاون فيه، ومشاركة القوات المسلحة تأتي دعما للقوات العسكرية المعنية بأمن وسلامة ضيوف الرحمن. وكانت قد أعلنت الوزارة عن مساندة القوات البرية ممثلة في الشرطة العسكرية قوى الأمن في عملية حفظ النظام وإدارة الحشود وتنظيم حركة الحجاج في ساحة الحرم المكي الشريف. وتمكنت القوات السعودية من إعادة نحو 98,000 مركبة مخالفة وأكثر من 171,000 مقيم في المملكة من غير المقيمين بمكة، وأكثر من 4,000 مخالف لأنظمة وتعليمات الحج، وما يزيد عن 6,000 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. القوات الأمنية المشاركة في تأمين الحج نفذت عرضا عسكريا للوقوف على جاهزية قوات أمن الحج، واشتمل على كتل الهرولة والآليات الحديثة المشاركة في مهمة الحج، وسط تنسيق وتفاعل بين الجهات الأمنية لخدمة ضيوف الرحمن والمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام وتيسير أداء نسكهم. تكثيف التواجد الأمني في المشاعر المقدسة يأتي بعد أن شهد موسم حج هذا العام تصاعد التحريض الإعلامي ضد الحج وحرف بوصلته الدينية بالاستغلال السياسي الطائفي من قبل بعض الجماعات المتطرفة بالمنطقة، إلى جانب زيادة أعداد المخالفين هذا العام من جنسيات مختلفة. أكد وزير الأوقاف والإرشاد لبلادنا على أهمية إرشاد الحجاج بمناسكهم الصحيحة والالتزام والتقيد باللوائح المنظمة للحج والتجرد التام لله سبحانه وتعالى في العبادة وعدم استغلال الحج في الدعايات السياسية والشعارات الطائفية. وشدد خلال لقائه في مكة المكرمة بالمرشدين المرافقين للحجاج، شدد على ضرورة أن يسلك المرشدون التيسير في الوعظ والفتوى ونبذ التشدد والعنت، داعيا إلى نبذ الخلاف والاختلاف في المسائل الفقهية وعدم إثارتها. هنا في مكة أتينا للطواف لا للطائفية، أتينا للتلبية لا للتأليب، أتينا إلى عرفات لا للشعارات، أتينا إلى مزدلفة كأمة واحدة لا مختلفة. الحج تقديس لا تسييس، الحج أرفع من أن نسيسه، من أن نحزبه، من أن يكون فيه شعارات سواء مناطقية أو حزبية أو طائفية أو مذهبية، مرفوض، هذا بيت الله. كشف المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ عن توجيه دعوة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ورئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى لميليشيات الحوثي لعقد حوار بدون شروط مسبقة تحت رعاية الأمم المتحدة. جاء ذلك خلال إحاطته التي قدمها أمام مجلس الأمن حول آخر التطورات وجهود السلام في اليمن بما في ذلك التطورات المتلاحقة في القطاع المصرفي، محذرا من مغبة الاستمرار في التصعيد وتأثيره المحتمل على واردات
السلع الأساسية إلى اليمن حد قوله، حاثاً المعنيين الإقليميين والدوليين لوضع ثقلهم وراء عقد محادثات مباشرة بين الأطراف تلبية للدعوة التي وجهها لحوار برعاية أممية. وأعرب هانس عن إحباطه من تأثير الوضع الإقليمي وقلقه من الخطاب والتدابير التصعيدية من قبل الأطراف، وأبدى تفاؤله من مبادرة فتح الطرق التي أعلنتها جماعة الحوثي من طرف واحد والتي أتت دون توافق بين أعضاء المجلس الرئاسي. وأضاف المبعوث الأممي بأن الأطراف لجأت إلى اتخاذ تدابير تعرض قابلية تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها مسبقا للخطر. أعلن مصدر في الرئاسة والحكومة عن إيداع دفعة جديدة من المنحة السعودية لدعم الموازنة العامة لبلادنا وشراء المشتقات النفطية. وأعرب الرئيس العليمي في تغريدة في حسابه على موقع كس أعرب عن شكره للمملكة العربية السعودية، مؤكدا أن قيادة المملكة كانت عند وعدها وموعدها بإيداع الدفعة الجديدة من المنحة السخية التي سيكون له الأثر البالغ في استمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية وفي المقدمة دفع مرتبات الموظفين ومواجهة الاحتياجات الخدمية الإنسانية المتزايدة. تفقد قائد قوات الدعم والإسناد في القوات المشتركة للتحالف العربي اللواء الركن سلطان البقمي الأعمال الإنشائية في مركز رعاية الجرحى بمنطقة الوديعة الذي يجري تجهيزه بدعم وإشراف سعودي. وأطلع اللواء البقمي ومعه رئيس الأركان اليمني اطلع على مستوى التجهيزات في المركز الذي سيخصص لجرحى القوات المسلحة والأمن كمركز متكامل للعلاج والرعاية والتأهيل. وثمن رئيس الأركان اليمني مواقف الأشقاء في المملكة العربية السعودية الداعمة لبلادنا في مختلف المراحل وعلى مختلف الأصعدة، معبرا عن الفخر والاعتزاز بالجهود المبذولة من قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي وتضحياتهم الكبيرة إلى جانب قوات بلادنا ودعمهم وتعاونهم الفاعل في الجوانب العملياتية واللوجستية والتدريبية. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح في الساحل الغربي رئيس مصلحة خفر السواحل اللواء خالد القملي، وبحث اللقاء آليات تعزيز قدرات قوات خفر السواحل ورفع جاهزيتها العملياتية وتحسين مهارات منتسبيها بهدف ضمان أمن وسلامة المياه الإقليمية والجزر والسواحل والموانئ المحررة. وتناولت المناقشات خططا لتطوير قدرات خفر السواحل بما في ذلك برامج تدريبية متقدمة وتجهيزات حديثة لتمكينها من أداء مهامها بكفاءة كفاءة عالية في مجالات مكافحة عمليات الإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة والمخدرات عبر المسارات البحرية. من المكلا أدلى وزير التربية والتعليم في ظهور رسمي كان الجميع ينتظره على وقع إضراب المعلمين منذ 4 أشهر، أدلى بتصريح تجاهل ما يمر به القطاع التعليمي في حضرموت من إضراب شامل للمعلمين لا زال منفذا إلى اليوم أمام فشل استكمال العملية التعليمية وفشل إجراء اختبارات النقل للمستويات الأساسي والثانوي وضبابية مصير اختبارات شهادة إنهاء ثانوية العامة في ظل احتجاجات الطلاب. فمن سينقذ التعليم في حضرموت بعدما تجاهل إنقاذه مسؤوله؟ وإن شاء الله يكون هذا العام عام طيب جدا ونتائج مشرفة. العام الدراسي الحالي الذي ما زال معلقا إلى اليوم، كيف سيكون عام طيب ذو نتائج مشرفة والنسبة الأكبر من المعلمين دخل إضرابهم الشامل شهره الخامس والعملية التعليمية متوقفة منذ مطلع العام وطلاب شهادة الثانوية العامة في احتجاجات متصاعدة واختبارات النقل فشل إجراؤها ومكتب التربية لا يزال في محاولة إعادة تنفيذها في الإجازة الصيفية؟ فأين الطيب في كل هذا وأين التشريف في الأمر؟ تبقى تصريحات وزير التربية مغايرة للواقع وفق مراقبون. الاستعداد تقريبا اكتملت والحمد لله، وعده اسئله الاختبارات جهزت ان شاء الله باذن الله سيتم، وارقام الجلوس تم البدء بتوزيعها، الاستعدادات تجري على قدم وساق، وان شاء الله يكون هذا العام عام طيب جدا ونتائج مشرفه. بعد 4 أشهر انتظر فيها الجميع بان يطل عليهم وزير التربيه والتعليم ويطمئنهم بمعالجه الازمه الشائكه بحضرموت ساحلا وواديا، على انه ظهر يتفقد سير التحضيرات النهائيه والاستعدادات التي تجريها المطبعه السريه بالمكنة لانهاء اختبارات شهاده الثانويه العامه للعام الدراسي الحالي، متجاهلا ازمه التعليم بتفاصيلها حسب متابعون. يا مسؤولين يا مسؤولين يا مسؤولين يا مسؤولين.
موقف الوزير الحضرمي الذي انتظره الجميع ليكون مفصلا في حل الأزمة ظهر مخيبا لأمال الركن الأساسي في نجاح العملية التعليمية، وبدلا من أن يتلقى رسل العلم تحية إجلال وتقدير على تضحياتهم، اكتفى الوزير بأن يحيي السلطة المحلية ومكتب التربية، ما يزيد من اتساع الفوهة بين الوزارة والمعلم. فلا يمكن يعلم معلم وهو جيعان. من قام بإيقاف رواتب المعلمين المتعاقدين وعدم صرفها إلا بالتوقيع على ورقة تعهد وتهديدهم بمعاقبة الثابتين منهم عبر مكتب وزارة الخدمة المدنية وكذا السلطة المحلية للمتعاقدين، ومن أردف بعدها نحو 600 ورقة إنذار كتابي للمعلمين، فأين هو هذا العام الطيب الذي يتحدث عنه وزير التربية؟ وأين هي النتائج المشرفة التي يراها؟ أم أن هذه الصورة ليست في حضرموت؟ أحيي مكتب التربية ساحل حضرموت وأحيي قبلها السلطة المحلية على الجهود التي بذلتها في هذه المرحلة الصعبة، وشد على أيدي طلابنا وأبنائنا أن يلتحقوا بالاختبارات الشهادة الثانوية العامة التي قد اكتملت استعدادات لها بإذن الله، وتم أيضا مراعاة كل الظروف المحيطة بهذه المرحلة. من يدعوهم في تصليحهم خائفين وقلقين من اختبارات تسببت إجراءاتها التي يتحدثون بأنها بنيت على مراعاة للظروف الحالية تسببت في إدخال الرعب في قلوبهم خوفا على ضياع مستقبلهم دون استكمال منهج دراسي وبتجهيل يراد أصبح على ما يبدو متعمدا، فأين الوزير من هذه المطالب الطلابية التي أطلقت تحت حرارة أشعة الشمس؟ رأيت أبي نظلم والده وقلت له لا، ولكن أرى اليوم التربية تظلم أبنائها الطلاب. لا أزمة ستحل ولا تعليم سينهض ما دام منهم على هرم التعليم يتجاهلون كالبقية ممن ولاهم الله أمر هذه الأمة. ما حدث ويحدث في حضرموت يحقق بامتياز عام التجاهل الحضرمي لحضرم، ولتستمر الأزمة تطحن في قطاع التعليم أوجاع المعلمين وقلق الطلاب يقول مراقبون. دشنا محافظ حضرموت بخطوة ماضي وقائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن طالب برجاش المرحلة الثالثة لتسجيل وترقيم قوارب الصيد التقليدي، واستمع المحافظ وقائد المنطقة العسكرية الثانية من قائد قوات خفر السواحل بحضرموت العقيد محمد بمهير استمع إلى شرح حول أبعاد أهمية هذه الخطوة في حصر وتسجيل القوارب بالمحافظة وتتبع سير الحركة الملاحية للقوارب وتصنيف فئات عملها ومساعدة المنظمات ومؤسسات الإغاثة في دعم الصيادين وتسهيل مرورها في النقاط البحرية والبرية وحصر فئات قوارب القوالب في المصانع ومراقبة القوارب التي ترتاد المناطق الساخنة للتهريب وإثبات ملكية القوارب وتوقيف القوارب المخالفة عبر نظام الأمن البحري. اطلع محافظ حضرموت مبخوت ماضي على سير تطبيق النظام الإلكتروني الجديد الذي تنفذه إدارة أمن مديرية المكلا لتطوير العمل في الإدارة والتحول من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني، وتعرف المحافظ من مهندسي نظم وخبراء أمن المعلومات بقسم تقنية المعلومات بإدارة أمن المكلا تعرف على تقنيات النظام الإلكتروني الجديد الذي يعمل على سهولة الوصول للمعلومة بسهولة ويسر من خلال توفير قاعدة بيانات مركزية أمنة تشمل دقة البيانات وسهولة تحليلها وكفاءة العمليات وتعزيز الشفافية وسرعة اتخاذ القرار. كما طلع المحافظ على سير تطبيق برنامج أمان حضرموت الذي يتيح للمواطنين إرسال بلاغاتهم بسهولة ويسر حول مختلف القضايا والمشاكل، ويعد نظاما متقدما يستخدم عبر منصة رقمية سهلة الاستخدام. كما تفقد محافظ حضرموت بخطوة ماضي تدشين أعمال السفلة الجارية في شوارع حيي المتضررين والإنشاءات بمنطقة فوة غربية المكلا، وطلع المحافظ على أعمال الشق والسفلة لنحو 20 كيلومتر من تلك الشوارع في المشروع الذي يجرى بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة وإشراف مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق. كما طلع المحافظ على أعمال الصيانة والسفلة في الشارع الممتد من ملعب براد بديس المكلا إلى مدخل جول الشفاء. اعتادت الحكومة والسلطات المحلية أن تهادي موظفيها ومواطنيها في المناسبات والأعياد بارتفاع في الأسعار وتدهور في الخدمات، لكن هذا العام اختارت وزارة التربية والسلطة المحلية بحضرموت مسارا جديدا في التهدي، وجاء على شكل تجاهل لحل قضية إضراب المعلمين ومعالجة اختلالات اختبارات شهادة إنهاء الثانوية العامة على بعد أسابيع من بدايتها، يقول ناشطهن. على أعتاب عيد الأضحى المبارك، والتعليم في حضرموت دخل دائرة الخطر،
وبهذه الجملة نستطيع أن نصف المرحلة الراهنة بالمرحلة الجسيمة بعد أن وصل فيها قطاع التعليم في المحافظة بداية من اضراب المعلمين الذي دخل شهره الخامس، وصولا إلى قرارات وإجراءات نتجت عن تداعيات مقلقة على الطلاب خاصة الصف الثالث ثانوي الذي يواجه بعد أسابيع اختباراته الوزارية. والله هذه كارثة. أي مجتمع غير متعلم تأكد أنه التعليم هو أساس كل شيء، فمن دون تعليم فصدقنا الأمور سيئة جدا يعني، فنرجو أن يكون في حلول يعني سريعة لهذه المسألة. الوضع العام في حضرموت الغنية بالثروات والخيرات بات يترنح على أنغام وتر الوجع والألم، خاصة وأن أهم قطاع تعليمي يواجه شبح الانهيار ليستقبل المعلمين العيد بروح تسودها نسبة عالية من هرمون اليأس والقهر نتيجة تجاهل معالجة قضيتهم بصورة تتناسب مع الأوضاع الراهنة، بل ويقول المعلم ومفاقمتها بتعمد تأخير صرف المرتبات عن الغير من جميع الدوائر الحكومية في صورة استفزازية تكررت بسبب إضرابهم الشامل المطالبين من خلاله بتحسين معيشتهم، ليبقى المعلمين وذويهم بعيدين كل البعد عن فرحة العيد. بالنسبة لمجال التعليم فحدث ولا حرج، يعني المعلم المفروض أن يكون يعني جل اهتمام المحافظة للمعلم، لأن التعليم هو الأساس، التعليم هو الأساس، كاد المعلم أن يكون رسولا، فالأصل أنهم يعني بالنسبة للمحافظة أن تهتم بالمعلم، لكن للأسف فالتعليم إذا تدهور التعليم تدهورت كل المجالات، فالأصل يعني نرجو من السلطة المحلية أن يلتفتوا للمعلمين وأن يلبوا احتياجاتهم ومتطلباتهم بأسرع وقت ممكن، فضياع الوقت هذا تقريبا ليس من صالح الجميع. لا عدالة ولا إنصاف هنا، ونحن ننظر لهؤلاء وهم من نعول عليهم النهوض بالبلاد إلى أعلى المستويات وإغلاقهم للنفق المظلم الذي عاش فيه من قبلهم بحسرة، وهم ينظرون بعين يكسوها الحزن على ضياع أفضل أيام حياتهم في وقت ظلت وزارة التربية والتعليم تدور في حلقة مفرغة وتواجه أزمة التعليم بعجز مطلق. يقول مراقبون حضرموت اليوم ليست حضرموت الأمس، وإن سألوك عن حضرموت العلم والحضارة فقل لهم لا تعليم فيها ولا سلطة ولا أحزاب ولا مكونات سياسية ولا هامات علمية ولا دينية، وقفت وقفة رجل حضرمي غار على أهله من الجوع والجهل لا يهدأ له بال حتى يعيش المعلم والطلاب والمواطن بحياة كريمة تليق بتاريخ ومكانة حضرموت وثرواتها، فهل أنتم من ذلك قادرون؟ دشينا بمديرية غيلبة وزير عملية توزيع المستلزمات الزراعية الخاصة بمشروع الحفاظ على محصول الذرة الرفيعة للموسم الزراعي الحالي، وتضمن المشروع توزيع المستلزمات الزراعية على مزارعين معايين غيلبة وزير البالغ عددها 6 معايين بمساحة إجمالية 60 فدان بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة. وأشار المدير العام لمكتب وزارة الزراعة بساحل حضرموت عبد الله العبثاني أشار إلى أهمية ما تمتلكه مديرية غيلبة وزير من إرث زراعي فريد من خلال حفاظها على مر السنوات على أجود أصناف الذرة الرفيعة الريسي، حثا جميع المستفيدين على الاهتمام بزراعة هذا الصنف سنويا واتباع طرق التنقية الصحيحة للحفاظ عليه من التدهور. نطمح أن بإذن الله أن يكون هناك مشاريع، وهذا يعتبر باكورة تدشين للحفاظ على هذا المحصول وتوجيه خطة إنتاجية بحسب توجيهات الأخ المحافظ، وبدء موسم إنتاج وموسم إرشادي سيكون في مختلف المديريات ينطلق من غير البوزير، ويعتبر هذا جزء من مشروع الأمن الغذائي في هذه المديرية، والذي نتمنى إن شاء الله في المستقبل أن تتضاعف الجهود لتحقيق أمن غذائي وتعود شهرة غيلبة وزير في هذا المجال، وخاصة في جانب محصول الذرة الرفيعة. إن شاء الله هذا الدعم يعني يشجع المزارعين على زيادة الإنتاج من محصول الذرة، المحصول الذرة الرئيسي الذرة الرفيعة، وإن شاء الله يزيد الإنتاج في هذه السنة. حمل انتقال حضرموت السلطة المحلية بالمحافظة تردي الأوضاع الخدمية والمعيشية التي يعاني منها المواطنون، وقال انتقال حضرموت في اجتماعه الدوري أن صمته لن يطول أكثر من ذلك في ظل عجز السلطة عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه معالجة الأوضاع والتخفيف من معاناة المواطنين، مؤكدا وقوفه التام مع كافة مطالبات الشعب المشروعة والتعبير عن غضبه واحتجاجه بالطرق السلمية التي كفلها له الدستور والقانون إزاء ما يعانيه من انهيار الخدمات
الخدمات الأساسية في المحافظة، وحذر انتقال حضرموت كل السلطات المركزية والمحلية من محاولات نشر قوات درع الوطن في مديرية الساحل وما سترتب على ذلك من تفجير الفتنة، مؤكدا بأن النخبة الحضرمية قادرة على تأمين كافة مناطق الساحل والاستعداد للانتشار في وادي حضرموت. عقد مؤتمر حضرموت الجامع لقاء بعدد من قيادات وممثلي القوى والأحزاب السياسية والتكتلات والاتحادات المجتمعية والنقابية بالمحافظة، وتطرق اللقاء إلى أهمية التكامل المشترك لخدمة قضايا المجتمع والتخفيف من معاناة المواطنين في هذه المرحلة الصعبة التي تستدعي وقوف الجميع، خاصة ممثلي حضرموت في هرم الرئاسة والحكومة وبقية هيئات الدولة المركزية لمواجهة التحديات والمنغصات التي يعاني منها حضرموت. وخرج اللقاء بتشكيل فريق لوضع أسس لتطبيق آلية تسهم في إيجاد حلول للمشكلات المثلة ومناقشتها مع جميع الأطراف. ثالوث خطير يجابهه المواطن في حضرموت وفي أوضاع تعرت من كل القيم بعد أن تخلت السلطة المحلية والحكومة عن القيام بدورها في صده وحماية المواطن منه. التدهور في سعر العملة والغلاء المعيشي وانقطاع الكهرباء ثالوث خطير أفسد على أبناء حضرموت بهجة الفرح بقدوم عيد الإضحى المبارك الذي تفصلنا عنه أياما معدودات. أيام قلائل تفصلنا عن حلول عيد الأضحى المبارك، ولا زال المواطن في حضرموت يجابه ثالوثا خطيرا اجتمع ضده، التدهور في سعر العملة المحلية والغلاء المعيشي وانقطاع الكهرباء وسط منظومة فساد أكلت الأخضر واليابس، لتلقي هذه المشكلات بظلالها على المواطن المكلوم والمغلوب على أمره لتسلبه الفرحة بقدوم العيد. وضع وللأسف متدهور جدا في جميع النواحي. في جميع النواحي متدهور، يعني كان الناس يعني في مثل هذه الأيام المفروض أن يكون الإنسان يعني يستقبل العيد في فرح وفي سرور وفي، لكن للأسف بالنسبة لحضرموت يعني يستقبلوا هذا العيد بكل الماسي، ولا خاصة في المجالات الأساسية والمجالات الرئيسية. استمرار تدهور المنظومة الكهربائية يقابله صمت غريب ومجحف لتبرير ساعات انقطاع التيار، مما يفاقم معاناة المواطنين خصوصا المرضى وكبار السن والأطفال الذين باتوا يحلمون بالحصول على الهواء والماء البارد. تدهور مخيف تشهده المحافظة هو الأسوأ منذ سنوات، سلب مدن المحافظة الرئيسة رونقها وجمالها وأصبحت سوداء قاتمة إلا من شعاع بسيط من مولد كهربائي أو من مصادر الطاقة البديلة الأخرى والتي لم يقدر على شرائها المواطن البسيط. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم كلكم يا سلطة محلية على الوضع هذا، الكهرباء يعني أسوأ، كل ما جات سنة قلت بنصلح ماشي فايدة يعني ريعته، نحن لأزمان الجاهلية خص ولعن يعني سلطة فاشلة 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 جميعا يعني من فوق إلى تحت. استمرار موجة الغلاء وارتفاع أسعار مختلف الاحتياجات والمستلزمات الأساسية، الأمر الذي انعكس سلبا على معيشة المواطن اليومية الذي أصبح يلهث خلف لقمة العيش علّه يجد ما يسد به رمق أطفاله، خاصة مع غياب وضعف رواتب الموظفين وعدم صرفها بانتظام وتراجع القدرة الشرائية في الأسواق. لم يعد باستطاعة المواطن شراء ملابس العيد للأطفال بعد استغناء الكبار عنها في ظل ارتفاع أسعارها بشكل جنوني، حتى أضحى المواطن يعيش في أسوأ أوضاع اقتصادية ومعيشية في ظل غياب السلطات عن القيام بواجباتها. انظر المواطن بعين الرحمة بس يكفي، لما متين المواطن يعاني، المواطن الحضمي تعبان بقى نظرة من كل مكان من كل النواحي، يا رجال في ناس ما يكلون حتى الصيد ما عدا اللحم حق العيد، وإذا كان في لحم ما هو بيحصل حتى الثلاجة اللي بيحط فيها اللحم حقه، الكهرباء طافية، بطاريات الناس كلها انتهت، أغلب الناس جالسين في ظلام. تزداد الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة رغم فضائل الأيام المباركة التي لم تشفع للمواطن برحمة من ولاهم الله على أمره، وتزيد الأوضاع سوءا يوما بعد آخر، وتتفاقم معها معاناة المواطنين، وأصبحت هواجس الخدمات والغلاء المعيشي كابوسا يؤرق حياتهم ويفسد عليهم فرحة العيد. وستظل حضرموت تعاني فيما يخص قطاع الكهرباء، وسيظل فساد الطاقة المشترى ينهب موارد حضرموت تحت مسمى الثقب الأسود.
تتوافد السفن الخشبية المحملة بالمواشي إلى ميناء المكلا منذ أواخر شهر مايو وحتى منتصف يونيو الجاري قادمة من مينائي بوصاصو وبربرة في الصومال، محملة بالأغنام والأبقار والجمال لتلبية حاجة الأسواق المحلية من الأضاحي. وصلت ميناء المكلا نحو 48,539 رأس من الأغنام و 4,689 رأس من الأبقار و 779 من الجمال. وتضاعف عدد رؤوس الأبقار والجمال مقارنة بالعام المصرم، ويتوقع وصول العديد من السفن الخشبية خلال الأيام القادمة من الصومال. ويوفر ميناء المكلا أوجه التسهيلات اللازمة لدخول السفن الخشبية فور وصولها مباشرة إلى الأرصفة دون تأخير، ويسهل تفريغ حمولتها من الأغنام والمواشي الأخرى. جرى بمدينة الشحر عملية الاستلام الابتدائي لمشروع تغيير خط الصرف الصحي لمنطقة 180 شقة إلى الصرف الصحي بمنطقة أحمد بن حنبل مع صيانة غرف التفتيش للمنطقة المحيطة. وخلال عملية الاستلام نوه المدير العام لمدينة الشحر عادل بعكابة، نوه بأهمية المشروع الذي سيحل جزءا كبيرا من مشاكل الصرف الصحي في منطقة 180 شقة وتوفير بيئة صحية آمنة بالمنطقة المستهدفة. وأوضحت مؤسسة المياه والصرف الصحي أن المشروع يبلغ طوله 270 متر، تم فيه صيانة 50 غرفة تفتيش، ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع منظمة سول للتنمية بتمويل من الاتحاد الأوروبي بالشراكة مع وزارة الإدارة المحلية. ختام النشر، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. أمن الحج خط أحمر، القوات المسلحة تشارك في تأمين الحج مما يعكر صفو ضيوف الرحمن. المبعوث الأممي يوجه دعوة لرئيس المجلس الرئاسي ورئيس نظام صنعاء لعقد حوار بدون شروط مسبقة تحت رعاية أممية. دفعة جديدة من المنحة السعودية لبلادنا لدعم الموازنة العامة وشراء المشتقات النفطية. وعلى وقع احتضار تعليم حضرموت وزير التربية، العام الدراسي طيب ونتائج مشرفة. نشرتنا الإخبارية انتهت، إلى اللقاء.